طبعا اداء المباراه النهارده النتيجه مش مرتبطه بالاداء، لان طبعا احنا كنا افضل النهارده بكثير، وشوفنا يمكن فرقه ترجي النهارده احنا متعادلين 2-2، لكن ما فيش فرص واضحه ليهم، لكن اكيد في عدم توفيق في الاخطاء اللي حصلت النهارده، سواء في الهدف الاولاني برضو في عدم التمركز الجيد والرقابه، والهدف الثاني نتج عنه ان النتيجه تطلع بالشكل ده. وعلى الجانب الاخر طبعا للاسف ما كنتش عاوز اتكلم على التحكيم، يعني مش عاوز اقول التحكيم للاسف برضو التحكيم النهارده، وكلكم شفتوا برضو واضح، واحنا سالنا بعد ما طلعنا طبعا على الاخطاء اللي حصلت في التحكيم النهارده، الكور اللي اتحسبت علينا اوفسايد، ضربه الجزاء بتاعت وليد ازارو اللي ما اتحسبتش برضو في الشوط الثاني، اكيد طبعا كانت هتبقى مؤثره برضو في النتيجه. لكن يمكن انا في المؤتمر امبارح اكدت ان المباراه مش هتنتهي هنا، ونهايتها هتبقى في رادس، لسه عندنا فرصه، وده اللي اكدته اللعيبه، لان لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت افضل. الشوط الثاني احنا اخطر بكتير، سببنا ضغط طبعا هجومي على فرقه الترجي، فرقه الترجي متماسكه بشكل كويس، منظمه بشكل كويس، لكن بقول ملهاش فرص واضحه خلال المباراه الا الاخطاء اللي حصلت. لسه في طبعا مباراه تانيه كل تركيزنا فيها ان شاء الله من بعد بكره ان شاء الله، وانا اكدت للعيبه ان شاء الله ان احنا عندنا فرصه كبيره ان شاء الله في تخطي الدور ده في رادس ان شاء الله. لا، هو هجاوبك على السؤال الاولاني، اكيد لازم وانا بحضر المباراه بحضر في كل حاجه، ووارد برضو انت اتمرنا زي ما انت بتقول بشكل كبير على الكور الثابته الهجوميه بالنسبه لنا او الدفاعيه، لكن ساعات بيبقى في عدم توفيق طبعا، لكن زي ما انت بتقول بالظبط، يعني يمكن الكور النهارده الهدفين جم من ضربات ثابته، ده وارد في كره القدم. الاستراتيجيه هناك طبعا احنا متعادلين ولابد من المكسب هناك، او ان شاء الله برضو التعادل، فده هيبقى طبعا تفكيرنا في المباراه ان شاء الله، وده هيبقى تحضيرنا من بعد بكره ان شاء الله. السؤال الثاني اتفضل. انا حاولت ما اتكلمش على الفرص بتاعه الشوط الاولاني، يعني انت طبعا الشوط الاولاني طبعا يعني الشوط الاولاني برضو ضاعت فرص سهله جدا بانفرادات، لكن ده وارد في كره القدم، وده مش هيخليني اغير ثقتي، لا خالص، يعني لا بالعكس، يعني لابد بالعكس، في ناس محتاجه ثقه، في ناس عندها ايجابيات لكن عاوزه ثقل في بعض الحاجات، ده اللي احنا يعني نوصل له ده للمستقبل، لكن احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم على المباراه اللي جايه. المباراه الجايه اكيد طبعا يعني هنقعد وافكر في الاستراتيجيه اللي تحقق لي النتيجه اللي انا عاوز احققها هناك، يعني هي مش اكتر من كده، والتفكير في المباراه مش هيكون اكتر من كده. يعني عمل كثافه، طول كثافه، اوكي لا يعني مش هكلمك في الفنيات، لكن صدقني انا اول ما دخلت الاوضه اكدت اللعيبه ان احنا عندنا فرصه كبيره جدا، لان انت شفت الاداء النهارده، انت افضل، ويمكن انا زي ما احمد قال ما حبيتش اقول ان الشوط الاولاني ضاع فرص، عشان في يعني بعض اللعيبه مش عاوز احط عليهم ضغط، لان محتاجين كل اللعيبه خلال الاسبوع ده ان شاء الله يبقوا هادين جدا
ويبقى كل تفكيرنا ان شاء الله في تحقيق النتيجه الايجابيه اللي تاهلنا هناك يعني. لكن انا بقول ان سير المباراه يعني ما يتماشاش مع النتيجه اللي اتعملت النهارده، لكن دورت في كره القدم يعني. اتفضل. احنا يعني اتعودنا، مش عشان مباراه النهارده، اتعودنا ان احنا بنتكلم بشكل عام وبشكل يعني على المجموعه كلها يعني. تملي انا بقول ان اي اهداف بتيجي نتيجه اخطاء يعني. في اربع اهداف النهارده جم كلها نتيجه اخطاء يعني، فمش هنقدر نقول ان فلان خطا يعني. ونفس الكلام بالنسبه للترجي، مش هتنفع تقعد تتكلم مع اللعيبه ان انت وارد في كره القدم، لكن يجب عليك ان انت تتعامل، لان لسه في مباراه عوده. هو ده اللي بنفكر فيه وهو ده اللي هنركز فيه ان شاء الله. وانا بقول بكل ثقه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قادره باذن الله. وشفنا اداء النهارده، وشفنا الضغط اللي عملوه على فريق الترجي، والفرص اللي اتخلقت في الشوط الاولاني والضغط في الشوط الثاني. ان شاء الله قادرين ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه هناك ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله نتيجه للتاهل باذن الله. شكرا. شكرا. تمام. قول لا، في حاجات مش هقدر اقول لك عليها لان هنا بس ما اقدرش اقول، عشان في حاجات لا بتستفسير التفسير عندي ما اقدرش اقوله لصالح اللعيبه بتاعي. فهمتها يعني؟